نجح المنتخب المغربي في مونديال قطر أن يحقق إنجازا تاريخيا وعربيا في هذا المونديال، ليتأهل كأول منتخب عربي يصل إلى الدور 16 من هذه النسخة بعد خروج منتخبات قطر والسعودية وتونس. واستطاع المنتخب المغربي أن يقدم مستويات فنية عالية ويقدم أيضا نتائج مبهرة، تصدر مجموعته التي تضم بلجيكا ومنتخب كندا ومنتخب كرواتيا بسبع نقاط. لم يكن مرشحا منتخب المغرب لتجاوز دور 16، ولكنه استطاع حقيقة أن يتصدر هذه المجموعة رغم صعوبتها، ويقدم مستويات عالية جدا بقيادة وليد الركراكي مدرب هذه الأسود، الذين قدموا حقيقة مستويات عالية جدا تؤهلهم في مقابلتهم القادمة في دور 16 أمام منتخب أسبانيا، لأن يقدموا أيضا أحد الملاحم الكروية لتمثيل الكرة العربية في هذا المونديال، ويذهب بإذن الله تعالى بعيدا في هذا المونديال. في المقابل خرج منتخب ألمانيا من الباب الضيق وودع المونديال بشكل مبكر جدا بعد مباراته الأخيرة، ذهب إلى المطار. ربما لن ينسى التاريخ ما فعله المنتخب الألماني في هذه النسخة بتقديمه لمستويات متدنية من الناحية الفنية، وكذلك أيضا محاولة تسييس هذه البطولة إلى أبعد مدى. كذلك أيضا خرج المنتخب البلجيكي المنتخب الذي ظهر ضعيفا في هذه النسخة بمدربه أيضا الذي لم يقدم جديدا رغم تواجده مع المنتخب البلجيكي منذ عام 2016. خروج منتخب ألمانيا من هذه البطولة أسعد الكثير من الجماهير العربية والعالمية، لأنه شرب من نفس الكأس التي كان يسعى أن يسقيها الآخرين.